السلام عليكم ورحمة الله. أين تذهب الروح عند النوم؟ وماذا يفعل الله بها؟ عند الموت تخرج الروح من الجسد وتنتهي كل مظاهر الحياة بداخله، فلا نشعر ولا نتحرك بعدها. ولكن هل هناك تعارض مع خروج الروح من جسد الإنسان وهو نائم مع تنفسه وتحركه وتقلبه وأحيانا تلفظه بكلام دون أن يشعر عند مراودة الأحلام له؟ فهل تخرج الروح كلية من الجسد أثناء النوم؟ وأين تذهب؟ وماذا يفعل المولى عز وجل بها؟ هذا ما سنعرفه في هذا الفيديو. من الثابت أن الروح تخرج من الجسد عند النوم، لقوله تعالى في سورة الزمر الآية 42، قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتذكرون، صدق الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، متفق عليه. فخروج الروح عند النوم يختلف عن خروجها عند الموت، فخروج الروح عند الموت خروج تام وانفصال كامل، أما خروجها عند النوم فخروج جزئي ينشأ عنه فقد الإدراك، ويبقى لها مع ذلك ارتباط بالجسم ونوع اتصال على كيفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك يتحرك الإنسان ويتنفس ويتكلم أحيانا. قال العلامة صالح بن فوزان الفوزان: تخرج الروح من الجسد عند النوم خروجا غير كامل، فيبقى لها ارتباط بالجسد، والخروج الكامل بالموت. أما خروج روح النائم فهو نوع من الخروج لكنه غير كامل. وعن أبي قتادة رضي الله عنه حين ناموا عن الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء، رواه البخاري. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره الذي ناموا فيه حتى طلعت الشمس فقال: إنكم كنتم أمواتا فرد الله إليكم أرواحكم، فمن نام عن صلاة فليصليها إذا استيقظ، ومن نسي صلاة فليصلي إذا ذكر، رواه أبو يعلي في المسند وصححه الألباني. وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من النوم قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، رواه البخاري ومسلم. وقد ذكر ابن قتيبة في الغريب أن الروح يعرج بها إلى العرش، فإن كان النائم نام على طهارة أذن لها بالسجود، وإن كان جنبا لم يؤذن لها. وقال المناوي وفي خبر البيهقي أن الأرواح يعرج بها في منامها فتؤمر بالسجود عند العرش، فمن بات طاهرا سجد عند العرش، ومن كان ليس بطاهر سجد بعيدا عنه. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. دمتم في أمان الله. فضلا منكم الاشتراك في القناة ولايك للفيديو، وأكون شاكر جدا جدا لحضراتكم، وجزاكم الله خير.